السلام عليكم دكتور شريف، حضرتك موجود؟ السلام عليكم دكتور شريف. السلام عليكم دكتور شريف، حضرتك موجود؟ السلام عليكم دكتور شريف، حضرتك سامعني؟ تمام، تمام، شرفنا باشمهندس شريف، الله يكرمك باشمهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدكتور كلمته وهو داخل كمان دقايق، وفرصة إن إحنا يعني نتكلم عن عنوان المحاضرة اللي هي الصبغة الطباعية المتوهجة في الظلام. هنشوف إزاي إن أنت ممكن ترسم حاجات وتنور بالليل، ودي طبعا ليها فوائد كتيرة جدا. فيعني دكتور مشكورا، عايز يفتح أبواب لناس إنها ممكن تشتغل بيها وإن شاء الله تكون مفيدة. فهو يتكلم عن عدة تطبيقات تقنية طباعية متنوعة من الأحبار الطباعية المبتكرة بواسطة الطباعة المسامية بالسلك سكرين الطباعي، وعدة خامات طباعية نادرة الاستخدام وكيفية توليفها وتهجينها مستعجلة الفوم والحبر الفسفوري مع، ويشرح لنا إزاي نجهز قوالب طباعية لدمج تلك المواد المختلفة والمتنافرة لتحقيق خليط مستهلك طبيعي مبتكر وتحقيق أعلى جودة من الأحبار المضيئة والفسفورية، بحيث ان احنا نحصل على هجين بصري متميز من خواص كل من المواد المختلفه وكيفيه تحقيق كثافات لونيه متعدده الطبقات والمستويات البارزه ذات التاثير الجرافيكي البصري. يعني شايف ان احنا ممكن اصلا يعني نستخدم الموضوع دوت لو حصل لا قدر الله حاجه في المبنى، حريق او حاجه زي كده، فتبقى الارشادات نفسها تبقى معموله بحاجه زي كده، بحيث ان حتى لو النور مش شغال يبقى في حاجه تعرفنا فين ممر الهروب. دكتور شريف محمد حسني شكري، عضو نقابة الفنون التشكيلية والتخصص العام تصميمات المطبوعة والتخصص الدقيق للطباعة الفنية، ومن مواليد الإسكندرية. حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1999، وحصل على درجة الماجستير في فلسفة الفن بعنوان ماهر رائع في الرؤية الفنية والخلفية الفكرية في أعماله، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن 2012 بعنوان التقنيات الجرافيكية في العمل الفني المركب، ويعمل معيد الكلية بقسم التصميمات المطبوعة، ويعمل مدرس مساعد بالكلية بقسم التصميمات المطبوعة، ويعمل مدرس بالكلية بقسم التصميمات المطبوعة، وشارك في العديد من المعارض وورش العمل الخاصة والعامة. ما شاء الله حاجة مشرفة جدا، يعني شرفنا وجوده معانا.
السلام عليكم. المحاضرة تبدأ كمان يعني 5 دقايق أو حاجة زي كده. هو الدكتور بيحاول يدخل دلوقتي، كلمته وهيدخل دلوقتي إن شاء الله.
السلام عليكم، انا كلمت دكتور شريف تاني وبيقول ان هو داخل. السلام عليكم ده. السلام عليكم دكتور شريف. السلام عليكم دكتور شريف. السلام عليكم. ما فيش صوت. أنا دكتور ما فيش صوت. في مشكلة في السماعة والمايك. سماع مش بتعرفها. يا دكتور مفيش صوت. يا دكتور مفيش صوت. المايك مش بتعرف يا دكتور. ايوه دكتور مفيش صوت مفيش مايك متعرف.
ممكن حضرتك تختار السماعة، ممكن حضرتك تختار السماعة وتشوف المايك. مفيش صوت، مفيش مايك، احنا مش سامعين حاجة. أيوة إن شاء الله تشتغل. مفيش صوت، مفيش صوت يا دكتور. انت حضرتك داخل بالموبايل؟ هو ظهر فيديو بس مفيش صوت. ممكن حضرتك تختار السماعة وتختار ميكروفون، تختار ميكروفون تاني. هتلاقي اكتر ميكروفون، ممكن تختار واحد تاني. الصوت وصل كده؟ السلام عليكم. ايوه دكتور، الصوت ده شغال، الله ينور. انا اسف والله جدا، انا ما تعاملتش مع الصوت خالص. احنا عندنا منصات بتاعتنا في بنشتغلوا من خلالها، دي تمام. خاصه بالجامعه عندنا، وانا اسف والله. انا لا 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 كده يعني وصلنا مش كده؟ تمام تمام يا دكتور، كده كله تمام شغال. تمام زي الفل. طيب انا ممكن ابتدي على طول؟ اتفضل يا دكتور، احنا قدمنا ما فيش حضرتك اي وقدمنا مشكله معاك. خلاص. طيب تمام، اتفضل دكتور. طبعا انا اسف الاول للتاخير يعني، وانا اعرفكم بنفسي الاول، دكتور شريف شكري، كليه فنون جميله اسكندريه. انا محاضر في قسم الجرافيك عندنا، قسم اللي هو بيسموه قسم التصميمات المطبوعه، ويعني نوع من انواع فنون الجرافيك. يعني التصميمات المطبوعه اصلا هي نوع من انواع الفنون التقليديه، لكن مرتبطه جدا بالانتاج اللي هو الطباعي، يعني الانتاج اللي هو الكمي. ليها جوانب فنيه زي البرنت ميكنج. البرنت ميكنج اصلا هو عباره عن فن مستقل، يعني فن ليه ابعاده، اللي هو زي مثلا لوح الزيت، زي العمل النحت، زي مثلا فن الديكور مثلا، او اللي هو الانتيريور، او فن يعني هو فن مستقل. الفن ده بيكمل الفنون، احد فنون السبعه يعني. ليه جوانب يعني تطبيقيه، وليه جوانب تشكيليه. والفرق بين الاثنين ممكن اعرفهم بسرعه. التطبيقي هو الكمي، اللي هو ممكن نبيع منه كميات كبيره ونستفيد منه في الاستثمار المادي والكلام ده كله، طبعا بقى بتيشيرتات، ملايات سرير، طرح، حاجات زي كده يعني، يبقى في انتاج وفي استثمار وحاجات زي كده. عايز اطمن بس الاول الصوت واصل ولا لا، عشان ممكن اكون قاطع شوط وانا يعني عايز بس اطمن ان الصوت مستمر، ان الدنيا مظبوطه، الصوت تمام. طب كويس جدا. هنكمل. انا عندنا فيه اللي هو الجانب التطبيقي، هو جانب مرتبط بالانتاج الكمي، وده بيستهلك فيه حاجات، كميات من المطبوعات، زي الحاجات اللي هي بنحتاجوها في التيشيرتات، في ملايات السرير، طرح، سجاد، موكيت، ايا كان بقى
الخامه اللي انا هطبع عليها سواء كانت بقى بلاستيك ولا ازاز ولا قماش ولا الحاجات دي جميل، الحاجات دي كلها اللي هي في السوق يعني. اما الانتاج الفني التشكيلي ده بيبقى العمل الفني اللي بيتعلق بلوحه، تعلق كده في حيطه، على حيطه، على جدار، ويخش يبقى محطوط ضمن الانتيريور اللي موجود، او سواء كان عمل فني بيتحط في ميادين حاجات صرحيه ويتحط في جداريه او يتحط في حاجات زي كده. طبعا فن الجرافيك بيخش فيه يعني، زي شغل الجرافيتي، ابسطهم شغل الجرافيتي يعني. تمام، ده تخصصي. اما الابحاث العلميه اللي انا عملتها في المجال التشكيلي الجرافيكي، ودي طورت عندي شويه حته ان انا اربط ما بين الفنون السبعه، سواء كان فنون انتر اكتف او سواء كانت حاجات فيها تقنيات، والتقنيات دي ربطتني بالشغل التطبيقي الانتاجي يعني. التجربه بتاعتي النهارده جزء من ده، هي عباره عن، احنا مش عايزين نسموها محاضره لانها بتبقى الحقيقه ممله جدا يعني. انا خدت محاضرات في حياتي من سنه 2001 بنعمل محاضرات، المحاضره تملي بيبقى دمها تقيل. الحاجات اللي بتبقى فيها مزيج ما بين ورشه العمل وما بين اللي هو الحاجات العلميه التقنيه الاكاديميه اللي فيها شويه اسطر كده، بنقول هنعمل واحد اتنين تلاته كانها محاضره، دي بتبقى دمها خفيف الحقيقه يعني، بنحط ده مع ده. لكن لو قعدنا حطيناها كده على الباوربوينت وقعدت اقول لكم تعمل واحد وتعمل اتنين وتعمل تلاته، هتبقى محاضره ممله جدا. فانا بعتبر التجربه الفنيه هي في حد ذاتها محاضره، وفي حد ذاتها ورشه عمل، وفي حد ذاتها كمان يعني حاجه كده ايه، معلومات بيبقى بيستفيد بيها بعض الناس اللي هي مش مختصه بالمجال ده بس بتعرف توظفها في مجالها. فالقيمه اللي انا هديها لكم النهارده هي قيمه ممكن يستفيد بيها ناس كتير جدا يعني في المجال، سواء كان في مجال تطبيقي او مجال انشائي او مجال تشكيلي او كانوا هواه يعني، سواء كان كده او كده او كده. والحقيقه لان هي حاجه بكر لسه ما حدش استفاد بيها قوي، فطبعا هي شيقه يعني، هي ممكن ناس كتير تفكر وتفكر في حاجات انا ما فكرتش فيها، او الناس اللي هي في المجال بتاعنا ما فكروش فيها، لانها بتلاقي فيها ممكن توظفها في حياتها في حاجه احنا ما خطرتش في بالنا اساسا لانها لسه جديده والمعلومات عنها قليله، وكمان في نفس الوقت ليها اسرار يعني، في نوع من انواع الاسرار فيها. تمام. احنا نبتدي بقى نشتغل فيها، نتكلم عنها. ايه هي الاحبار اللي هي المضيئه او المتوهجه؟ تمام، وايه هي الوجه الاستفاده بتاعها، وايه التجربه ممكن تودينا لايه؟ تمام، عايز بالكم يكون طويل معايا شويه، احنا ممكن نجزأ المحاضرات او يعني المحاضره بتاعتنا النهارده دي لو اتبسطتوا منها نبتدي بقى نعمله منها يعني جزء تاني ان شاء الله يعني، نبتدي نصمم لها حاجه تانيه تجريبيه نبتدي نشتغلوها مع بعض يعني، كأن تجربه اونلاين كده. النهارده هديكم فكره كامله عن الموضوع وهعمل قدامكم تجربه صغيره عشان تشوفوها. تمام، بعد كده بقى نبتدي نقرر احنا ممكن كل واحد نعمل زي عصف ذهني كده ونقعد نفكر كل واحد مجاله ايه، ونبتدي نعمل مجال للتشاور يعني بيننا وبين بعض. ايه هي الحبر المضيء، ويعني ايه مضيء في الضلمه يعني في الظلام، وازاي انا اقدر استثمره واجيبه منين يعني، في ناس هتفكر الله ده جابه منين يعني وعمله ازاي، فهنبتدي نفكر في الجوانب دي. اول حاجه، ايه هو الحبر المضيء؟ الحبر المضيء هو نوع من انواع الاحبار او الخامات القادره على التوهج في الظلام، ودي انواع منها كتير قوي. في منها نوع بيتوهج لو شاف او لو قابله ضوء اشعه فوق بنفسجيه اللي هي اليو في، في لومض يو في، لومض اليو في دي بيبقى ليها ترددات وذبذبات خاصه تقدر ان هي على مستويات معينه انها تكشف بعض الاحبار او بعض الاشياء اللي هي ما ينفعش نشوفها في الضوء العادي، او بنشوفها في ضوء الشمس لان الشمس من ضمنها ضوء اليو في والاي ار والكلام ده كله، لكن ما بنشوفهاش متوهج.
مش عارف حصل ازاي. انا كده رجعت تاني، لو رجعت تاني حد بس يفيدني ان انا رجعت تاني. تمام، شكرا قوي. انا اسف طبعا للانقطاع، والله انا مش عارف هو حصل ازاي. تمام، كويس جدا. اللي حاصل هو ان انا لما بعمل نوع من انواع التأمين للعملة، بضطر ان انا اطبع وارجع واطبع باحبار، نوع من انواع الاحبار الصعبه على اي حد. يعني انا لو الحبر اليو في ده اشكاله منه كتير على فكره، لو انا متوفر ليه اقدر ازور عمله مثلا. ممكن يعني تامين العمله بيبقى فيه حاجات كتير جدا. يعني لو انا دلوقتي بدات اجيب احبار يو في واقدر ان انا اطبع بيها نفس الكتابات اللي هي موجوده على العمله دي، تمام، يبقى انا كده يعني اقدر ان انا ازور عمله، فبالتالي هي صعبه. يبقى هنا احنا لازم نتفق على ان الاحبار المضيئه والمتوهجه دي ما هياش حاجه في متناول الجميع، ما هياش سهل ان انا الاقيها، تمام، ولكن موجوده، هي مش بعيده قوي يعني. يبقى انا كده اتكلمت على اول نوع من انواع الاحبار المضيئه اللي هي من خلال اليو في، حبر من خلال اضاءه اليو في، يعني اضلم كل الاضاءه اللي موجوده في الاوضه وبعدين انور لومه دي يو في تنور معايا اللوحات، بس اللوحات بس اللي منوره دي او الاجزاء اللي فيها حبر طباعي باليو في. يبقى انا كده اتفقت على ان ده نوع من انواع الاحبار. النوع الثاني هو النوع الذي يستطيع يعني تخزين الطاقه داخله، تمام، من خلال حركه الكترون حر موجود، فبيخزن هذه الطاقه على هذا الالكترون وبيبتدي ايه يفرغها في وقت معين في وقت الظلام. ودي على فكره موجوده كتيره في يعني في التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده اللي بينتجها حتى الكائنات الحيه اللي ربنا خلقها، زي مثلا قنديل البحر يفضل يمتص الضوء وبعدين يبتدي يجي بالليل يتلألأ جوه الميه بتاعت البحر والمحيطات والكلام ده، تشوف عباره عن نقط مضيئه كده، تمام، او تشوف بعض البكتيريا انها تنور في الضلمه في الغابات، بعض الغابات تلاقي في توهج لهذه البكتيريا او هذه المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، تمام. كذلك في المعادلات الكيميائيه احنا نقدر ان احنا بنستنبط الكثير من الـ من الـ من هذه الـ يعني هطرحها عليكم في صوره ورق مكتوب عشان تطلعوا عليها والصيغه الكيميائيه بتاعتها. لكن احنا لازم نعرف ان فيها منها نوعين، هما نوعين رئيسيين، يعني نوع امن ونوع غير امن. يعني ايه غير امن؟ اشعاعي. هذه الاشعاعات خطيره، يعني في نوع منه خطير ما ينفعش ان انا استعين بيه خالص، لكن انا اقدر استعين بالجزء الامن اللي هو اقدر ان انا استثمره في تخزين الطاقه. وانا هعرفكم برضو في جدول كده اعرفكم ده اسمه العلمي ايه وده اسمه العلمي ايه، لان عشان اطلع الالوان كلها المضيئه المتواجده في الظلام بالالوان اللي احنا متخيلينها في دماغنا دي شويه صعبه. الاحمر ما بيكونش احمر قوي، ده بيبقى حاجه لونه بطيخي كده، جاي من البطيخ يعني. انا اسف والله لو انا بستعمل اللهجه المصريه، انا عارف ان معانا ممكن ما يكونش كل الناس مصريين، لكن انا هحاول اقرب بقدر الامكان يكون في تقريب للمصطلح اللي انا بستخدمه واللهجه واللغه اللي انا بستخدمها. فهو لون قريب من البطيخ يعني، تمام. هو عشان كده بيسموه لون احمر بطيخي. الاصفر هو شويه قالب على الاورنج، يعني هو اورنج ما هوش اصفر يعني، تمام. الازرق ازرق شويه، في منه درجات يعني. الاحبار دي احبار غاليه جدا الحقيقه، يعني هي بتتوفر بصوره نادره جدا 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 وبتكون غاليه قوي قوي قوي، وبتيجي على شكل بودر بودره. احنا بقى وظيفتنا في المحاضره دي اعلمك ازاي تصنع الحبر منها، لان انت عشان تخش تروح تجيب مكون طباعي حبر وعجينه وتحط جواها بودره تعمل الكلام ده كله، هتستهلك يعني هتستهلك طاقتك كلها وهتاخد ضاع وقت، ولو انت عايز تعمل عمل فني هتكون نسيت اصلا انت عايز تعمل عمل فني يعني. فانا هبسط عليك الدنيا علشان في اسرار السوق والتعامل مع التجار والتعامل مع الناس الحرفيين والكلام ده هيبقى كله يعني هتلف وتدور كتير، فبسط عليك الدنيا. طيب الحبر الفوسفوري المتوهج في اليو في، يبقى انا كده عندي حبر فوسفوري بيتوهج في اليو في.
وعندي احبار مضيئه في الظلام، تمام، وعندي منها نوع اشعاعي، الثالث ده النوع الاشعاعي ده خطير انا مش هستخدمه اصلا. يعني في فتره كانت في الستينات بعض البنات اللي هم دهنوا جسمهم بالمواد دي وشحنوا نفسهم في الضوء ورجعوا عملوا استعراضات حاجات بيرفورمانس عشان يبتدي يعمل عروض مصرية وكده، والضر وضرر كبير جدا. يعني يمكن الواقعه دي معروفه، هي اللي عرفت اصلا كتير من الفنانين ان هذه الاحبار بعضها خطير. احنا طبعا في منه نوع امن وفي منه نوع غير امن، احنا بنشتغل بالنوع الامن، واللي موجود وبيخش الجمارك وبيخش عند التجار والكلام ده كله، اللي بيطبع بيه التيشيرتات المضيئه في الضلمه والكلام ده كله، ده نوع امن ما تقلقوش منه تماما. دلوقتي حاليا المشيع اصلا خطر، مش هيخش اساسا، مش هيخش اصلا، مش هيوصل لك اصلا. وهعرفك الصيغه الكيميائيه بتاعته. يبقى انا كده عندي ثلاث انواع احبار. تعالوا بقى نعمل اول تجربه كده، واحنا مشغلين لمبه يو في. انا يعني دخلت شغلت لمبه يو في، اللمبه دي موجوده اهي، لمبه هي الحقيقه هالوجين، بتطلع اضاءه عاليه شويه. اللمبه بتاعتي دي 1000 واط علشان تشحن لوحه. تعالوا نشوف اللوحه دي لما نيجي نطفي النور ايه اللي هيحصل وهتنور معانا ازاي، ونبتدي نحكي القصه بتاعتها، وهنعمل معاكم تجربه صغيره وبعدين نختم عشان نقدر ان احنا نشوف يعني ردود افعال الناس ونتكلم معاهم وناخد وندي وكده. تعالوا نشوفوا اول لوحه، هنطفي النور تماما. انا عايز اقلب بس الكاميرا عشان خاطر الكاميرا، افتكر لو قلبتها من هنا هتتقلب معايا. تمام، هنطفي اول نور، ثاني نور، وادي بقى عندي اللمبه اليو في، وادي اللوحه اهي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، ادي لوحه اهي جوه شايفينها. اتمنى بس حد يرد عليا يقول لي كان شايف ولا مش شايف. اللوحه اهي موجوده قدامي، انا لسه ما طفيتش النور على فكره، شايفين؟ تمام، هطفي النور انا دلوقتي في الظلام الدامس. احنا كده في الظلام الدامس، شايفين انتوا كده؟ دي دنيا ضلمه خالص اهو، واللوح ده لوح الصغير ده لوح، انا شايفين ايديا هنا طبعا في الضلمه، هو منور من ورا ايديا اهو. تمام، ده انا عامله صبه بالبودره دي عشان خاطر يديني الاضاءه دي، ودي اجزاء من التجارب اللي كانت موجوده انا بطبع عليها عشان اوريكم بس الموضوع ماشي ازاي. طيب تمام، اشغل بقى النور. طبعا شفت اللون الازرق وشفت اللون الاحمر البطيخي وشفت الاخضر. انا نورت النور تاني، تمام كده. طيب ادي نوع، ادي كده نوع. هبتدي بقى اوريكم النوع التاني، ده النوع اللي بيتوهج بيشحن في الضوء ويبتدي ايه ينور في الضلمه. طيب الاحبار التانيه اللي احنا بنعملوها، ممكن بقى اوريكم اشغل اللمبه اليو في واجيب لكم لوحه تانيه ونبتدي نشوف التاثير بتاعها عشان نبتدي نشرح ده بيحصل ازاي. طيب هسيب لكم انا المايك ثانيه لحظة واحدة بالظبط.
هو بعد إذن حضرتك يا دكتور، هو الصوت فاصل. انا حقيقة بحضر بس اللوحات، انا كنت بدأت احضر لكم بعض اللوحات اهي كده. سامعيني الصوت وصل اه كده الصوت تمام. تمام؟ شوفوا هنا كده، ادي لوحة اهي مثلا، اللوحة دي موجودة في الضوء، يعني انا طابعها في الضوء تمام. انتوا هتشوفوا دلوقتي اللوحة دي وهي بتنور في الضلمة، يعني هفصل الضوء خالص تمام. ده عمل فني على فكرة تمام. ازاي ده بيحصل وازاي تبقى مضيئة في النور، انا في الضلمه يعني، هنشوف الكلام ده. معلش انا اسف طبعا، انا كنت بحضر لمبه اليو في علشان تشتغل معانا، تبقى متوهجه ما نضيعش وقت. فانا حضرت لكم اهم يمكن لوحتين اربعه خمسه، وهخش دلوقتي بلوحتين تانيين كمان، ويبقى نبتدي ننور. دلوقتي انا جاهز، يلا بينا نطفي النور زي ما عملنا اول مره. انا كده بس الصوت تمام، وصلكم؟ وصل لكم ولا لا؟ كده الصوت تمام يا دكتور. تمام. انا دلوقتي هخش وهبتدي اعمل يعني هقفل النور اللي عندي وهشغل بس لومد يو في، وعشان برضو الناس تفهم هنعرف يعني ايه لومد يو في، ونعرف هي ممكن تتجاب منين وكده تمام. نطفي النور، طفيت انا النور دلوقتي. ثواني هنطفي النور برضو الخارجي اللي ورا. ادي النور الخارجي كده، احنا ما فيش عندنا غير اللمبه اليو في هي اللي شغاله اهي تمام. عشان نشوف بس الكلام ده، ادي اللوحه. احمد استاذنك بس نمسك كده، شايفين هنا اللوحة المتوهجة معايا اهي، دي على فكرة اضاءة يو في. نشوف بقى الكلام ده هيحصل ازاي لو طفيت اللمبة اليو في. والنبي احمد، في فيشة جوه هنا افصلها تحت. شوف اللمبة اليو في اول ما هطفي النور ايه اللي هيحصل، اطفت اللوحة. طبعا انتوا مش شايفين حاجة خالص دلوقتي مش كده. تعالوا بقى نشوف اللمبة، اللوحة هي نورت كده. ثانية واحدة احمد، اطفي تاني. تعال نشوفوا اللي هي كانت بتشحن في الضلمه، هي الوحيده اللي منوره اهي في الاوضه. نور تاني كده احمد، كده نورت اللمبه اليو في. دي على فكره لمبه يو في مش اضاءه عاديه، فبالتالي الابيض بتاعها بيتحول لازرق. الابيض الاسطح البيضه بتتحول للون ازرق. استاذنك احمد معلش، تعالوا نشوفوا كده اول لوحه اهي، كميه الاحمر والاصفر والاورنج انا كنت اللوحه دي عملتها الحقيقه بمناسبه يعني اختنا الغاليه كورونا اهي، ودخلتها في تيمه كده مع عمليات الطباعه، حاجات شرقي مع تيمه كده فيها آية الكرسي علشان تخشي يعني هجين، نوع من انواع التحصين وحاجات زي كده، يعني فلسفه تشكيليه بغض النظر بعيد عن الكلام ده يعني. لكن هي دخلت في الهجين اللوني ده عشان خاطر نختبر ازاي هيعيش الالوان دي مع بعضها وكده. احنا دلوقتي هنتعرف ازاي نعمل العجينه دي. ادي مثلا نوع تاني اهو، شايفين درجات الاحمر والاخضر والاصفر. ادي كمان واحده اهي، واحده اهي كمان. شوف هنا بقى عجين الفوم اللي موجوده فيها نوع من انواع البروز. انا مش عارف اذا كان الفيديو عندكم شغال كويس ولا بيقطع الصوت والصوره الحاجات دي. انا هوريكم كمان الريليف اللي بيعمله يعني بص، ممكن تحس بالضوء والظل اللي موجود في الريليف اللي موجود. طب بس
والصورة جايين كويس. واضح ان الصوت فيه مشكلة. في عندكم مشاكل في الصوت او في الصورة؟ أبدا يا دكتور، الصوت والصورة كده تمام. تمام، بس كان في مشاكل قبل كده؟ هو بس من أول الفيديو لا مفيش أي مشاكل، يعني هو بس حصل تقطيع خفيف. تقطيع خفيف، طب يعني أبطئ الحركة بتاعت شوية عشان تطلع مظبوطة معاك. شوف هنا بقى، التوهج واضح، قدرنا نعمل كنترول كويس جدا على الحبر. هدخلكم بقى على حاجة تانية زي ايه؟ زي الشابلونات نفسها اللي احنا كنا بنجهزوها عشان نطبع بيها، كل واحدة باللون بتاعها، يعني دي صفرة، دي حمرة. تمام، خلاص كده تمام. هنبتدي بقى نوريكم صورة سريعة من بعيد. شوف كده، الأحبار اللي هي بنشتغل بيها ايه؟ شايفينها؟ شايفين متوهجة ازاي في الضلمة؟ طيب تعالوا نبصوا بقى على الايه؟ على المصادر بتاعتها. بص الكيسة بتاعتك اهي، شايفينها؟ طيب هنبتدي نحطوها هنا عشان خاطر نشوف هنشتغلوا بيها ازاي. صباعي تعاصى اهو بيها، بدأ ينور عشان تعرف الجوده بتاعتها. بص صباعي مظلم، ايديا مظلمه، بس الحبر نفسه متوهج. نورنا النور اهو، هنبتدي ننور بقية النور أنا. طيب السؤال هنا بقى، أنتوا معايا مش كده؟ أنا بس معلش أنا كل فترة بتأكد ليه، لأن أنا عارف أحيانا بيحصل إن يحصل تقطيع أو غيره، فأنا عايز أطمن بس مش أكتر يعني. طيب إحنا معاك يا دكتور. زي الفل. السؤال هنا، هل لمض اليو في اللي إحنا اتكلمنا عنها هي تبقى شبه لمض النيون شوية؟ بيسموها الاسم العلمي بتاعها بلاك لايت. هنقفل تاني الضوء، ادي اللمبه اليو في تمام، وهي الاشعه بتاعتها شويه اقرب للون البنفسجي. قدرتها على الانبعاث لليو في عاليه جدا الحقيقه، وبتوصل لاماكن كتيره جدا جدا في المساحه بتاعتها اللي بتغطيها. هي الفكره كلها، هل لمض اليو في بتأثر على الحبر المضيء في الضلمه خالص؟ تعالوا نشوف الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش، ونعمله تيست كده. انا عايزكم بقى انتوا ايه اللي تقولوا لي حسيتوا بايه. تعالوا نشوف كده، هنعمل تيست صغير خالص. استاذنك بس خليك للسلك يا احمد. تعالوا نشوفه كده، ادي اللمبه اليو في، وادي اللي هو الحبر اللي اسمه دوت اللي هو المضيء. تعال نشوف ايه اللي هيحصل لما اجي اطفي اللمبه اليو في. بص انا عرضتها تعريض خطي كده علشان اشوف هي ليها تاثير فعليا ولا ملهاش تاثير. شايفين انا حاططها في وشها كده، يعني انا لازقها في وشها. تعالوا نشوفوا كده ايه اللي هيحصل، وعايزكم انتوا اللي تردوا عليا، اكتبوا لي على الكومنت كده لاحظتوا ايه. انا بس بسيبها، مش بسيبها كتير. خلاص بقى نطفي بقى كده، اطفي كده يا احمد. حسيتوا بفرق؟
مش لاحظتوا ان الجزء ده اخد خط ضوء زياده مكان تاثير اليوفي؟ انا عايز احس كل واحد حس بايه، يعني كل واحد شعر بايه، ولا تحبوا اجيب لكم لوحه ما تعرضتش للضوء خالص خالص واعرضها اليوفي بس؟ ايه رايكم؟ يعني لوحه من اللي هي بتشحن الضوء ونحطوها تحت تاثير اليوفي ونشوفوا ايه اللي هيحصل، تحبوا ده؟ ها ايه رايكم؟ ولا تحبوا تردوا عليا على طول تقولوا لي تاثير اللي انتوا شفتوه؟ طيب ها انا ما شفتش رد لغايه دلوقتي، حاسس ان التفاعل مش موجود. استاذنكم معلش تاني، انا هنعمل لكم دلوقتي، هجيب لكم دلوقتي لوحه تانيه جديده تمام، ما تعرضتش للضوء خالص تمام، بتشحن في الضلمه مش من اللوحات دي، ونشوفوا تاثيرها لو اتعرضت لليوفي. استاذنك يا احمد معلش هتخلي بس كده. تمام كده، انا جبت لكم لوحه جديده في الضلمه اهي مش منوره خالص، تعالوا بقى نسلط الاضاءه بتاعت اليوفي عليها وش ايه اللي هيحصل. ادي اللمبه اليوفي وجبت لكم لوحه جديده خالص تماما، نطفي اليوفي بقى ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، انتوا خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ بصوا الحته الزرقاء اللي طلعت دي، دي اتاثرت جدا 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 باليو في، ده معنى كده ان الحبر المضيء في الضلمه هو كمان بيتاثر باليو في، يعني اصلا الحبر المضيء في الظلام اساسا شحن في اقل من لحظه، اقل من ده اخد كميه اليو في بس، يبقى معنى كده ان الحبر اليو في هو اصلا اللي بيأثر في التوهج. تعالى بقى نشغل لمبة اليوفي فترة طويلة ونشوف ايه اللي هيحصل كده. نعملها عملية مسح كده، نحركها يمين وشمال لما نشوف ايه التأثير اللي هيحصل. انا عرضتها بصوره اكبر اهي، ندفي بقى كده، ندفي لمض اليوفي. بصوا بقى التوهج هنا ولسه ما اكتملش كمان، يعني لسه كمان بيشحن اكتر، شايفين الاداء الخطي والاداء اللي هو الحركي للعمل. شوفوا هنا الأداء الحركي والأداء الخطي موجود بصورة مكثفة جدا تمام، وطبعا لأن البودرة نفسها المضيئة بدأت تتوهج فظهرت الحبر الطباعي نفسه، عشان كده الخطوط الفاين أو بدأت تظهر، شايفينها بتاعت عمليات الطباعة، شايفين خطوط هنا، شايفين التألق اللوني الأزرق والأحمر والأخضر، شايفين هنا اللون عامل إزاي تمام. يبقى انا هنا كده
اما نطفي اليو في بالظبط كده، صح كده، انا كده مظبوط الكلام. يبقى انا لما باجي اطفي اليو في يعني انا بشغلها عشان خاطر تعمل تاثير على البودره المضيئه، تمام، زي ما حصلت هنا. يعني انا هنا اللوحه الثانيه اهي موجوده، تمام. فانا بالتالي اللي حصل ان الحاجات دي شحنت معايا وبدات ايه تتوهج. تعالوا بقى نشوفوا، نخشوا بقى مرحله جديده. احنا خلاص تعرفنا عليها وتعرفنا على ادائها البصري، نعرف بقى ادائها التقني ازاي هشتغل بيها، ازاي هوظفها في شغلي، ازاي ان انا هتعامل معاها بطريقه، تمام. الشحن حضرتك بتقولي ان الشحن قصدي بيخلص بعد وقت قد ايه؟ هي المفروض ان هي بتفضل تشحن لمده 12 ساعه. يعني لو شحنت اخذت كميه الضوء تشحن لمده 12 ساعه. وهو المفروض ان احنا في كبروجكت المفروض ان احنا نقدموه مثلا، لو عايزين نفكر الحاجات دي ممكن تستثمر في الاماكن اللي بالليل ما بحتاجش للضوء فيها، زي الاماكن السياحيه مثلا، اماكن ممكن الناس بتطلع تفسح في الجو بتاعها بالليل. لو تاخدوا بالكم ان قناديل البحر، معلش احمد هنفتح النور بعد اذنك، لو احنا مثلا رحنا مثلا مناطق زي راس البر وشرم الشيخ والعين السخنه والحتت دي في مصر يعني، او مناطق الخليج عامه، الخليج بيكون فيه قناديل البحر بتبقى بكثره كبيره جدا. قناديل البحر ممتعه جدا لما بتبتدي تنور بالليل في الميه وكده. الناس لو في ممشى معين فوق سطح الميه، او في بعض الناس بتعمل كباري كده بتبقى ايه ازاز، فبتشوف تحت رجليها وحواليها الحاجات دي وهي متلألئه. فاحنا بنحاكي الطبيعه، احنا بنحاكي الـ 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 الخلق بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلقه لنا العظيم ده. احنا بناخد الحاجات دي ممكن نعمل في اماكن ممرات سياحيه مثلا في سيوة، اماكن في مثلا في اماكن سياحيه في الاقصر في اسوان، ممكن مثلا في بعض الاماكن اللي هي الصحراويه الجو فيها معتدل، ممكن نبتدي نحط حاجات رسومات في اماكن معينه دي على الجدران بتاعتها، تفضل تشحن بالنهار والناس تستمتع بيها بالليل، يعني تبتدي تتمشى. لكن هي كشيء اندور صعب، صعب ان انا اوظف حاجه انا، والا انا ممكن ادخلها مثلا زي ورق حائط، احطها في ورق حائط مثلا تبقى مضيئه، ودي كانت متبعه لفتره معينه ولكن الطلب عليها قليل، ان انا احط مثلا نجوم وحاجات زي كده في اوضه النوم وتبتدي تنور معايا وتتلألأ معايا في حاله ايه لما بقفل النور، بقفل الاضاءه بتاعتي، تمام. انا ممكن اوظفها توظيفات كتيره جدا هنتكلم فيها بصوره اكثر تفصيلا، بس الاول نشوف احنا ممكن ده بيتعمل ازاي. استاذنكم لحظه بس نظبط المكان عشان اجهز لكم تجربه صغيره كده بنعملها. استاذنك يا احمد ممكن نمسك دي بعد اذنك؟ هنمسك ده بس بعد اذنك كده، انا اسف، ربنا يسلمك. المايك براحتك.
كل ايه ايه ده، انا قفلت تقريبا. كده كده معايا يا جماعه، كده معايا، هبتدي التجربه على طول فورا اهو. طمنوني بس معاك. تمام. هنبتدي بقى نعمل التجربه مع بعض، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنسلط المكان عند مكان الطباعه. تمام. انا هطبع، هعمل تجربه صغيره على ورق، ادي ورق كانسون عادي، ممكن اطبع على قماش، مفيش اي مشكله خالص. تمام. ازاي من اول ما بنعمل الحبر لغايه يعني ايه لغايه ما بنطبع او نعمل عمليه الطباعه نفسها بتحصل ازاي؟ دي تجربه سريعه علشان تخلي الناس فاهمه ايه اللي بيحصل يعني. ادي الورق بتاعي اهو. ادي البودره اليو في، دي بودره يو في. تمام. هنشوف البودره دي انا ممكن اصنعها ازاي او اعملها ازاي. في عندي مركبات كتير جدا. المركب الاولاني اللي انا هشتغل بيه ده مركب كيميائي، انا مش بشتري. احنا هنا بقى هنبتدي نتكلم بطريقه اكاديميه شويه، مش هنشتغل بقى بطريقه يعني ايه حاجه كده سوقيه، لا هنشتغل بطريقه اكاديميه، نتحول شويه تحول اكاديمي. انا مش هقدر اروح، انا كحد عايز دلوقتي اشتغل، مش هقدر اروح اشتري عجينه او احبار واقول له اديني لون يو في كده، يبقى انت بيضحك عليك. ايه السبب بقى في ده؟ السبب ان هو اولا هيستغلك تجاريا، وهيقول لك ده نادر ومش هتلاقيه وحاجات كده يعني. لا، انا هوريك ازاي تصنعه، هوريك ازاي تصنع بكذا طريقه حته الحبر اليو في ده. تمام. هقول لك على كذا مركب وابتدي يشتغل معايا بناء على هذا الفكر الاكاديمي. تمام. حاليا دلوقتي انا ممكن اشتغل بوسائط، حاجه اسمها وسائط. الوسيط الاولاني مائي والوسيط الثاني دهني. طيب ايه العمليه، ايه اللي بيحصل في الوسيط المائي وايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان انا لو الوسيط مائي لازم يكون المركب بتاعه نفسه قابل لانه يدوب جزء منه دهني. زي ايه؟ هقول لك انا زي ايه. مثلا البويه البلاستيك او البويه الاكريليك اللي هي بتاعه الدهانات بتاعه الطلقات بتاعه البيت العادي اللي احنا بنستخدمها للمنازل وللبيوت وحاجات زي كده. تمام. دي بندوبها في ايه؟ ميه. بس هي اسمها ايه؟ اسمها اكريليك. طب هو ايه حكايه الاكريليك دي؟ يعني ايه فكره ان هو يكون اكريليك وما هوش مائي؟ ما هو بيضيفوا ميه اهو. لا، هو الحقيقه بيضيفوا ميه بطريقه جزئيه. يعني انا لما اجي احط اجيب شويه اكريليك انا مش بكب ميه، ده انا ممكن بالكثير قوي احط نص ازازه وربع ازازه على جالون. يعني ده نص لتر ولا حاجه، يعني حاجه مجازا عشان يلين شويه حته الحركه بتاعتي. والجفاف بيكون سريع وما بيرجعش يضيف تاني في ميه. يعني انا ما ينفعش بعد ما اعمل عمليه طلاق للمنزل بتاعي بالبلاستيك ارمي شويه ميه وادوب اللي موجود، ده مش هينفع. اسم بلاستيك اساسا، هو بلاستيك لدائم، هو من البلاستيك. وكلمه بلاستيك بتعني في اللغه باللغه الانجليزيه كلمه لدائن باللغه العربيه، فكلمه لدائن هي كلمه بلاستيك باللغه الانجليزيه. لما تيجي تدور في مراجع هتلاقي كلمه بلاستيك. طب ايه حكايه بقى المركبات البلاستيكيه دي اللي انا دوبتها بطريقه جزئيه في الميه؟ دي نوعين، نوع بيشتق من عائله الهومو بوليمر ونوع تاني اللي هو الكوبوليمر. ايه حكايه الهومو بوليمر والكوبوليمر؟ الهومو بوليمر متفق عليه ان هو يكون من منتجات الفينايل، الفينيل، وده بلاستيك. تمام. الفينايل. والمنتج الثاني اللي هو الكوبوليمر من مشتقات العيله بتاعته اسمه الاكريليك. مش كده اسمه؟ حتى لما تيجي تروح تدور على اي حاجه فيها اكريليك هتلاقي فيها كلمه كوبوليمر. كوبوليمر. طيب ايه المشتقات بتاعته اللي انا ممكن اشتغل منها؟ المشتق بتاعها ريزن. الريزن بتاعه ان هو اسمه ستايرين اكريليك كوبوليمر. هنا ده اسمه العلمي، ستايرين اكريليك كوبوليمر. وده لما تروح تشتريه من منتجات السوق وكده هتفاجئ بانه غالي جدا جدا جدا. لما تشتريه على منتج شركه بيبيو مثلا تبيعه لك، او شركه مثلا فيبر كاسل، ولا ايا كان شركه فرنساوي ولا شركه ايطالي ولا بتاع بتطلعه لك. طب هل انا اجيبه غالي؟ لا، ده انت ما تجيبوش غالي خالص، ده انت هتجيبه رخيص جدا.
اساسا. ليه بقى؟ لان هو بيتباع منه منتجات بالبرميل 50 كيلو وحاجات زي كده، تروح للشركات زي بتاعت البويات قول له انا عايز ورنيش مائي، ورنيش مائي، ولما تاخد الورنيش المائي ده، ورنيش اكريليك مائي يعني، لما تجيب الورنيش المائي ده هتلاقي مكتوب على الـ 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 على الوصفه بتاعته او اللي هو الداتا شيت، هتلاقي مكتوب ورا ايه؟ احد منتجات ستايرين اكريليك كوبوليمر. يبقى انا هنا عرفت الاسم العلمي وعرفت ازاي اجيبه من الجماعه اللي في السوق دول، اللي هو في الشغل في بره. روح لشركه جيوتن، روح لشركه سايبس، روح لشركه ايا كان بقى الشركه بتاعت البويات اللي انت عندك دي، روح لهم قول له انا عايز ورنيش مائي. لما تقرا كلمه ستايرين اكريليك كوبوليمر ورا تمام، يبقى انت اطمنت. طب انا امتى اجيب اكريليك واشتغل بيه اطمن؟ انت لو جبت اكريليك عادي واشتغلت بيه عمره ما هيديك نتيجه. ايه السبب مش هيديك نتيجه؟ لان اول حاجه هم بيحطوها حاجه اسمها التيتانيوم جواها عشان يلون معاك ابيض، فبالتالي هو ما بيديهولكش ستايرين اكريليك بوليمر شفاف ورنيش، ده بيديهولك متخلط بنسبه تيتانيوم. طب ايه التيتانيوم هيعمل معايا ايه؟ او اكسيد التيتانيوم هيعمل ايه؟ هيعتم الاكسيد اللي هو هيأثر على الفوسفور اللي عندي. انا عايزه شفاف، انا عايزه زي الميه، فانا عشان اجيبه زي الميه لازم اجيبه ورنيش. تمام، ادي اول مركبه. ثانيه واحده، ما قلبتش الكاميرا، انا اسف. اهو شايفين هو، بص انا هعمل كده اهو، بص بقى شوف الشفافيه بتاعته. طبعا هو ايه، كل ما بتسيبه ينشف عامل شبه الغيره الابيض كده، كل ما تسيبه هو شبهه مش هو. على فكره هقول لكم دلوقتي على الغيره الابيض ايه قصته. تمام، يبقى انا كده عندي ده مركب. ايه المركب الثاني؟ المركب الثاني هو البوليفينايل اسيتيت. ايه حكايه البوليفينايل اسيتيت؟ هو الغيره الابيض، البوليفينايل اسيتيت هو الغيره الابيض. بس طبعا لما تروح تشتري غيره ابيض هتشتري غالي نسبيا، لكن لما تروح تشتري بوليفينايل اسيتيت من شركات طباعه او شركات حبر او حاجات زي كده هيدولك، ممكن يدولك ببلاش، رخيص جدا. فهو شفاف، فانت ممكن تحطه وتخلطه وتطلع معاك في نتيجه حلوه قوي. طيب يبقى انا كده ايه، انا بس عايز اطمن ادوني اوكي ان لو انا ماشي صح والدنيا سامعيني كويس ومركزين اكتبوا لي واحد. تمام، لو تمام شكر قوي، شكرا لكم. تمام، اخش بقى في المنتج الدهني الجميل بقى. طب ايه اللي بيعيب المنتج المائي؟ الحاجات المائيه دي اللي انا بعملها دي، هي مش مائيه على فكره، هي دهنيه. انتوا عارفين لو انا لو ده مائي مائي 100% البودره الفوسفوري دي مش هتدوب اصلا، لان هي الشق بتاعها دهني اساسا، القاعده بتاعتها دهنيه. يبقى انا عايز اعمل ايه بقى علشان خاطر اشتغل شغل صح بقى فاين؟ تمام، هو انا اجيب شق دهني. طب ايه اللي بيعيب البوليفينال اسيتيت واللي بيعيب الستيرين اكريليك بوليمر؟ ها اقول لكم، انا اقول لكم ايه مشكلته. عندهم مشكله كبيره قوي، ان هو بينشف لوحده، لو نشف ما اعرفش ادوبه، دي مصيبه بقى. لان انا لو انا عايز ارسم بيه اشتغل باللي انا قلت لك عليهم دول، البوليفينال اسيتيت والستايرين اكريليك كوبوليمر. المره الجايه هجيب لكم الحاجات دي مكتوبه، هي موجوده بس انا مش عايز اخليها المحاضره جافه، يعني عايز اخلي المره دي كانك داخل تتفرج على معرض وهتتفرج على تجربه دلوقتي واحنا بنشتغل. تمام، فانا بالتالي دلوقتي انا عندي مشكله، انا لو انا هشتغل بالمواد دي، المواد دي بتنشف في ايديا، يعني وانا شغال تنشف وما اعرفش اسيطر عليها، تنشف خلاص مش عارف ادوبها تاني. هو الفن ما بيبقاش كده، الفن لازم يدي فرصه للفنان ان هو شغال، اتحكم انا في الحاجات دي هتنشف ولا مش هتنشف، انا اشفها دلوقتي، انا اشفها بكره. ليه بقى؟ لا عايز اعمل مزج ما بين الالوان دي وهي بتشتغل، اعمل مزج وهي بعد ما يعني خلاص اسيبها مثلا ساعه ولا اتنين وارجع اعمل اندر بينتنج عليها تاني فتعيش مع الالوان اللي تحتيها، او لا لا كفايه كده وانشفها انا بقى بمزاجي، انا عايز انشفها دلوقتي انشفها. هنا بقى اقدر اتحكم، انا مش عايز حاجه سيلف دراينج، انا عايز حاجه تنشف على مهلها، على مهل انا اللي اعمل كنترول على انها تنشف ولا ما تنشفش. ودي بتحصل ازاي؟ بتحصل لو انا قدرت ان انا اصنع وسيط عجينه، العجينه دي تكون دهنيه تقبل ان الشق الدهني ده يدوب فيها، وفي نفس الوقت اعرضها الحراره تنشف، مثلا اديها زي السشوار كده، اديها كده هبو حراري، اديها نفحه حراريه، اديها لفحه حراريه، حاجه كده يعني ايه بيسموها هم، بنسموه لفح حراري، لفح
يلفحه، عارف واحد اتلفح اتلطش كده لطشه حراره، او ان انا اعرضه لمض اي ار مثلا، مثلا او سشوار بتاع الشعر ده اللي بنشف بيه شعري مثلا، او ان انا اعرضه لمض يو في تنشف عليها مثلا كده. يعني انا اتحكم اقول لها تنشف تنشف، اقول لها ما تنشفش، يبقى انا كده افضل متحكم في مجريات الامور. طب دي بتحصل ازاي؟ احنا قعدنا فتره ندور ورا الكلام ده لغايه ما لقينا مواد، مش عايزين نشتري حاجات غاليه، احنا بقى احنا عايزين نتعامل مع بعض معامله علميه، نقدر ان احنا نجيب يعني نوع من انواع البوليمر ينشف معايا، واقدر ان انا اشغله انشفه بطريقتي. ولقينا في بودره اسمها بودره البي في سي، انتوا عارفينها البي في سي، بودره البي في سي نوع من انواع البلاستيك او اللدائن، اقدر اعمل لها عمليه طحن وصهر تسيح معايا فتطلع معايا عجينه. يعني تخيلوا بقى البي في سي ده انا اقدر اطلع منه عجينه. بس طبعا انت مش تقدر تعمل ده، انت دلوقتي حاليا مش تقدر تروح تجيب بودره بي في سي، هي بتتباع على فكره، واقدر اطحنها واعجنها واطلع منها عجينه مستحلب، يعني مستحلب زي العسل كده تمام، وتطلع شفافه. هل انت تقدر تعمل ده؟ لا ما تقدرش تعمل ده، بس انا لازم اعرفك. طب انا ممكن اعمل ايه؟ هتروح لشركات الطباعه قول له انا عايز عجينه بلاستي زول، بلاستي زول. ايه البلاستي زول ده؟ عجينه شفافه خالص، وتكون البلاستي زول ما يكونش فيها تيتانيوم، يعني تقول له بلاستي زول خالي من التيتانيوم، ما يكونش فيها زي ما جبنا الاكريليك كده خالي من التيتانيوم. التيتانيوم لونه ابيض، اكسيد التيتانيوم لونه ابيض، هو ده اي ابيض في الدنيا، يا اكسيد زنك يا اكسيد تيتانيوم، اي ابيض في الدون في الكون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الالوان والاكاسيد الملونه على اسماء معينه خرجت من حاجات معينه. اكسيد الزنك اللي هو الخرسين ده اكسيد فعلا، ده لما تجيب حته زنكيه تصدي تعمل لون ابيض، تفرغه كده تطلع لون ابيض، احنا بنصنعوه من الزنك. والزنك حتى بدأ الناس تعرفه، لانه بدأوا يستخدموه في علاج الكورونا علشان يزود جهاز المناعه وحاجات زي كده. فالمعادن دي كلها الجسم بيستفيد بيها اساسا، احنا بقى بنجيبها كتيتانيوم او كزنك وبنحطوها مع الحاجات المبيضه دي عشان بس احنا ما تنفعناش بقى في التجربه بتاعتنا دي. ليه ما بتنفعناش في التجربه دي؟ لانها بتحجب التوهج للبودره البي في سي، البودره المضيئه اسف، البودره الفوسفوري يعني. يبقى انا هنا اتجنبها بقى، اتجنب التيتانيوم واتجنب الزنك، هجيب بلاستيزول دهني مستحلب بدون تيتانيوم وبدون زنك. تعالوا نشوفوها بقى مع بعض، هوريكم اللي انا طحينها وعامل منها عجينه كده وعمال اعمل بيها حركات، تعالوا نشوفوها مع بعض. استاذنك يا احمد معلش هنصور هنا ما احنا نقلبها من هنا فوق كده تمام. شايفين يا شباب؟ ادي يا جماعه الفنانين، معلش انا هقولكم شباب، احنا كلنا شباب زي بعض، ويعني سواء كان فنانين او مهندسين او اساتذه او هواه ايا كان، فوق راسي من فوق يعني، اسمحوني ان انا يعني حاسس ان انا اعرفكم من فتره يعني، فاسمحوا لي ان انا اتعامل مع نفس المنطق ده. ادي عجينه البلاستيزول تمام، دي عباره عن بودره بي في سي معجونه. تعالوا نعجن حبه كده ونشوفوا عاملين ازاي. نجيب احنا بنستخدم ايه بقى يا اولاد شباب، قصدي انا اسف، بنستخدم ايه؟ بنستخدم عارفين اللي هي الستيك بتاعت الكحه دي كده، اللي هي ايه بنستخدموها لو واحد يكون عنده دواء كحه، عنده كحه فيجي الطبيب بيكشف عليه فبيضطر يفتح كده زوره عشان يبص جوه وكده يعني تمام. احنا بنجيب الستيك ده وبنجيب كوبايات بلاستيك حاجات صغيره كده، وبنطلع العجينه بتاعتي اهي اهي. انا عايزك تعمل زوم بقى عندي انا عشان ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ادي العجينه اهي، ادي عجينه البلاستيزول اهي تمام، وادي عندي البودره بص بقى، احط شويه البلاستيزول الجمال دول هنا، قصدي اسف العجينه، وابتدي اقلب بالراحه كده يا مهندس.
إذابة كاملة اهي. ليه بقى؟ لأن الوسيط الدهني قبل الوسيط الدهني اللي زيه. تعالوا أوريكم لو حطيناهم في شوية مية إيه اللي هيحصل؟ عشان تعرفوا بس إن الحبر ده دهني، تعرفوا قد إيه الدهنية بتاعته عالية. شايفين يا شباب، شايفين يا جماعة؟ إخواتنا الأعزاء يعني وكرام، شايفين هنا؟ طيب تعالوا بقى نشوفوا إيه؟ أنا هنشوف بودرة، هنجيب شوية مية. هجيب لكم شوية مية، خليكم زي مية ايه؟ مية اهي يا شباب. تعالى ناخد البودرة دي. اوبا، شايفين؟ مفيش حاجة دابت. فوق الوش اهي، شايفينها؟ فوق الوش. ولا في حاجة دابت خالص، لو قعدنا نعمل فيها للسنة الجاية مش هتدوب. شايفينها؟ باين يا احمد عندك؟ شايف فوق الوش اهي، عملت ايه؟ طفو، طفت فوق الميه. طب تعالى بقى نخش على ازاي نطبع بيها، ازاي نطبع بالايه الحاجات دي. في الغالب احنا عشان نطبع بالحبر اللي هو الفوسفوريك، انا محتاج ان انا اطبع من خلال قوالب طباعيه اطبع بيها، سواء انا ممكن ارسم بيها، يعني انا ممكن اجيب فرشه دلوقتي واخد اللون ده ابتدي ارسم بيه، وفي ناس كتير بتعمل الكلام ده يعني. طيب تعالى نشوف لغايه اهو حد احنا ممكن نعمل الكلام ده. ادي اهو فرشه، ادي فرشه اهي، تمام، واخد بيها اللون وابتدي ارسم بيه اهو. اهو تعالى تعالى نرسم في الضلمه. هنشغل يوم، هقفل لكم النور. تمام، نطفي النور بقى هنا. تمام، بص يا حاج النور، لو في لو تقدر تطفي النور هناك ده. بص شايفين يا شباب، الراوتر فصل. انا عايز اطمن بس، اكتبوا لي لو النت شغال معاكم، لو الجوده شغاله كويسه. تمام، شوف انا هنا، انا دلوقتي انا هرسم بالاصفر اهو، انا رسمت اهو، شايفين انا برسم ازاي اهو؟ ده في الضلمه على فكره، انا شغال في الضلمه كده. طب انا برسم ازاي؟ اطبع بقى ازاي؟ اطلع حاجات فيها طباعه. واضح عندك الشغل؟ شايفين يا شباب، ادي كده الحبر اللي انا استخدمته، وادي التاثير بتاعه. قرب منه كده يا احمد، قرب كده، اعمل زوم. شايفين التاثير النقطي اللي بيحصل ده اهو؟ تمام، ده تاثير الفرشه اهو. اي حاجه انا هعملها هتديني تاثير هنا. تمام كده، ده كده في الضلمه، ده كده في حتى ايديا، صوابع ايديا هي بقت منوره اهي في الضلمه اهي. شايفين ايديا بقت عامله ازاي؟ اهي خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف انا ممكن اطبع ازاي. نفتح بقى النور عادي. تعالوا نشوف احنا هنطبع ازاي. خلاص كده، احنا كده بقى هنبتدي ايه؟ نقلب الورقه دي الناحيه الثانيه ونشوف احنا ممكن نطبع ازاي؟ نستخدم عمليه الطباعه ازاي؟ تعالوا اهو دخلكم على مدخل صغير، وبعدين نبتدي نجهز دي وشابلونه على طول، نبتدي نجرب بيها، نطبع بيها على طول. ادي الافلام بتاعتي اللي انا بعملها. دي افلام مثلا شفافه اهي. لو تفتكروا دي انتوا في التصميم ده شفتوه من شويه. لما كنا التصميم ده من شويه كنت شفتوه دلوقتي وهو مطبوع، صح كده ولا غلطان؟ شايفين؟ شايفين على ورق شفاف اهو، شايفين ورق شفاف. طب تعالوا نشوف حاجه ثانيه كده. ادي تصميم ثاني اهو. تمام،
ادي تصميم كمان اهو، شايفين التصميم بتاعه اهو، بس انا هشغل لكم الاضاءه. ادي التصميم اهو شايفينه، تمام. نشوف تصميم تاني كمان، ادي تصميم كمان اهو، عملت انا تصميم اهو، تمام. يبقى انا كده اشتغلت على ان انا عملت افلام. ها كده انتوا الصوت وصل لكم يا شباب؟ الصوت وصل لكم والدنيا واصله كده كويس والصور وصل، التصوير وصل كويس؟ تمام، كويس قوي، متشكر قوي. ازاي بقى هطلع الفيلم اللي انا عملته ده، الفيلم ده ازاي هطلعه؟ تمام، هعمله طباعه. يعني ده ازاي احوله طباعه؟ تعالوا نشوف، تعالوا نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. اللي هيحصل هو ان انا بجيب قالب طباعي عباره عن اطار من الخشب او من الالومنيوم، وابتدي افرشه ماده حساسه للضوء واطلع منه شابلونه، بيسموها ايه؟ قالب طباعي. تعالوا نشوفوها القالب الطباعي ده كده. احنا ادي القالب الطباعي اللي موجود عندنا، وادي الفيلم بتاعه اللي احنا عملناه. شايفينها؟ شايفين الشبكه كده باين احمد عندك؟ باين. وادي الفيلم بتاعه اهو اللي كان موجود اهو. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشبكه الحريريه دي اللي موجوده عندي، القالب الطباعي ده عباره عن اطار مشدود عليه حرير، الحرير الطباعي ده عباره عن مسام، المسام دي لو سددتها في اماكن وسبت اماكن ثانيه مفتوحه اقدر اعمل عمليه طباعيه. تمام؟ فانا بالتالي صنعت بتاع القالب وعملت الحرير وفرشت الماده الحساسه وعرضتها للضوء وبعدين عملت لها الاظهار، طلع معايا قالب طباعي. هنتكلم باستفاضه في الموضوع ده، لكن مش دلوقتي. انا هوريكم ازاي يحصل عمليه طباعيه بالقالب الطباعي من خلال الحبر بتاعي. تعالوا بقى ندور ازاي ممكن نطبع نسخه طبيعيه بالقالب الطباعي ده. ده من الناحيه العلميه اسمه سكويجي، سكويجي، وده بيبقى بيستخدم كاداه طباعيه للحبر الطباعي اللي هو بتاع السلك سكرين. كلمه سكويجي جايه من الاسم، الحركه بتاع الصوت اللي بيحصل اثناء الايه، الاحتكاك اللي بينه وبين الحرير، بيعمل سكوي جي سكوي. الاسم ده هم اخذوه من الحركه والصوت اللي بيحصل نتيجه للكلام، عشان تبقى فاهم ده بيحصل ازاي. سكوي اس كيو اي اي، تمام، وجي جي اي، تمام. فانا بالتالي انا بستخدم اللي هو الايه، الاسم العلمي او اللي هو اللي بيحصل ده. تعال نحط الحبر الطباعي. ونطبع بيه ونشوف ايه اللي هيحصل. بس انا عشان اطبع بيه بالحبر الطباعي فوق الورقه هطفي النور واشغل اليو في. اشغل اليو في عشان ايه؟ عشان تشوف العمليه الطباعيه هتحصل ازاي. طبعا سامحوني، اعذروني ان القالب الطباعي متوسخ، انا يعني كنت طابع بيه لون اسود، فبالتالي انا هوريكم اللون يمكن يكون متعكر شويه، لكن هو هيعمل عمليه طباعيه عادي. هو الفكره بقى ان انا اعمل عمليه طباعيه بحبر يو في، بحبر فوسفوري، ولا بحبر اسود، ولا بتاع، دي عمليه احنا الفنان اللي بيتحكم فيها. يعني احنا بنتحكم فيها، كل الالوان اللي شايفينها دي تقدروا تطبعوا بيها، تعملوا تركبات لونيه وتعملوا بيها اعمال فنيه عظيمه جدا، تمام، من خلال الحركات الطباعيه دي. هنقفل النور دلوقتي ونبتدي نشوف الايه، العمليه دي بتحصل ازاي. احمد خليك ماسكها، خليك ماسكها عادي جدا، وهنقفل بس النور هنا بس كده. الله ينور. تعالوا يا شباب نشوف كده بقى الدنيا هتحصل ازاي. ادي الحبر الطباعي انا حاطه، وادي حركه السكويجي. وادي الحبر الطباعي اللي اتطبع اهو للايه؟ العمل بتاعي. شفتوه؟ شايفين يا شباب اللون عمل ازاي؟ اهو الطبع على طول بالقالب الطباعي. طبعا عشان متعكر شويه انتوا شايفين الكلام ده اهو، هوريكم بقى نسخه تانية انضف منه. تعالوا نطبع نسخه تانية على الظهر بتاعه مثلا.
كل مرة هينضف بقى معايا. شايفين؟ بدأ ينضف شوية اهو. طيب تعالوا نشوفوا بقى لو انا حطيت لون تاني. نستخدم لون تاني يا جماعه، نستخدم لون تاني. ادي الورقه بتاعتي اهي، ادي القالب الطباعي. ادي اللون، وادي السحبة بتاعتي. وادي اللون متوهج معايا. بصوا بقى على القالب، بصوا هنا شايفين السكويجي. يبقى انا هنا قدرت اوريكم الايه، العمليه الطباعيه بتحصل ازاي. تمام، بشيل الحبر الطباعي كده اهو بالمنظر ده، بشيله بالمنظر ده كده. تمام، بصوا شايفين كده الحبر الطباعي بشيله ازاي اهو. خلاص السكويجي بدأ ينضف معايا، بمسحه مسحه صغيره جدا. عمليه الطباعه عمليه سهله قوي، يعني عمليه مش معقده، مفيش تعقيد فيها، لكن احنا هنضطر ان احنا نقف عندها، لان هي مش مجال محاضرتنا النهارده، هي مجال محاضرتنا التعريف بالحبر المضيء. فبالتالي انا هلتزم بده عشان ما نفوتش كتير وندوخكم معانا في الايه، في التفاصيل بتاعتها وكده. هنستأذنكم بس ايه، هنلطف الدنيا شويه ونشيل الحاجات ونبتدي نتحاور مع بعض. خلاص يا حبيبي، شكرا. أو. تمام، انا كده يعني القيت الضوء، بس يعني انا كده لسه ما اتكلمناش في تفصيليات، احنا بس اتعرفنا على فكره الحبر المضيء. ده اللون بتاعه هو مطبوع، كان في الضوء اهو شايفينه، في الضلمه طبعا بيبقى متوهج جدا، لونه اورنج يعني. تمام، وادي اللون اللي تحتيه الاصفر اللي تحتيه اهو. طب احنا طبعنا في الضلمه يعني بالنسبه لنا احنا، عشان تطبع في الضلمه كشغل وانت لسه مبتدئ بتجرب الطباعه، ده بيبقى عمليه في الاول صعبه، لكن بعد كده بتتمرس على الموضوع ده وتلاقي نفسك الدنيا ابسط، وتقدر تتحكم في القالب الطباعي بتاعك والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي هفتح باب حوار، بس انا ممكن ما اعرفش اطول عليكم قوي، يعني عارف الوقت بيبقى محدود. انا عايز تعليقاتكم، وعايز يعني استثمر منكم، من اسئلتكم انتم استفاده للجميع يعني، وانا هسيب الموضوع نطرح الاسئله والناس تتكلم معايا ونبتدي نتناقش يعني. يعني يسعدني ان انا اسمع صوتكم يعني. اتفضل. جزاكم الله خير يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. الله يخليكم اياكم. الله يخليك يا باشمهندس، والله ربنا يخليك يا رب. في حد عنده اي اسئله؟ يعني بس راس هند. لو في حد عنده أي أسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الحقيقة يا باشمهندس شريف، أنت يعني إيه؟ ومزجت ما بين العلم والكيمياء والإنتاج وحاجات كويسة أوي أوي يعني، أوي جميلة. الحقيقة حاجات جديدة طب هو في سؤال علمي؟ اتفضل. في سؤال عملي. السؤال فضل. العلمي، هل الناني تكنولوجي تمت استخدامها في عمل الخامات دي او المواد دي؟ تمام، هو سؤال رائع بصراحه، اشكرك عليه جدا 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 يعني. هو الحقيقه النانو تكنولوجي داخل دلوقتي في عده مجالات يعني.
مش عايز اقول كل المجالات، هو داخل في كل عده حاجه مجالات كل حاجه في كل حاجه. بس انا بتكلم تقريبا عن داخله في كل حاجه بالظبط. احنا بنحسن من جوده الخامه من خلال استعانه بعلم النانو تكنولوجي. هديك امثله، في بعض الناس ما تعرفش مثلا ان شغل الطباعه بالسبليميشن تمام علم نانو، يعني مختص بالنانو. والسبليميشن دلوقتي بقى داخل في حاجات كتير جدا، داخل في طباعه التيشيرتات، وداخل في طباعه المجات اللي هي الحاجات السريعه اللي الواحد عايز يطبع صورته او صوره واحد هيروح عيد ميلاده او حاجات زي كده. داخل في، لان هو النانو تكنولوجي في مجال الطباعه، انا بتكلم في الجزء بتاعنا بقى، في مجال الطباعه بيحسن من جوده السطح الخارجي اللي بيعيش معايا. فانا لو انا استخدمته، انا دلوقتي استخدمت اللي هو البي في سي، فانا ممكن استخدم بدل البي في سي استخدم مثلا اكريليك معمول له نانو، او ان انا ابتدي اعرضه لاجراءات النانو نفسها، فالسطح ده يعيش معايا اكتر. يعني هو الفكره ان انا لو انا انا بدي التقنيه شغاله ازاي، يعني الحبر الفسفوري ده هيتاثر بايه عشان يظهر ويتوهج معايا في الظلام. لكن لو انا استخدمت معاه الشق اللي هو بتاع النانو اللي هو يخليه يعيش معايا اكتر، طب انا ممكن اصنع مثلا منه حاجات طباعيه موجوده على الطرق السريعه، علشان ابتدي اعمل علامات مرور تعيش معايا اكتر في الجو وتستحمل معايا، ويبقى التالق الضوئي بتاعها اعلى. فهو فعلا ده فعلا موجود في علم الطباعه الانتاجيه، فبيحسن من خلال جوده ان هو يعمل تيشيرت مثلا مطبوع يعيش اكتر مع الغسيل ومع الشمس وحاجات زي كده، وبدل ما هيبوظ معايا بعد شهر ولا شهرين، لا هيقعد معايا سنتين وثلاثه. فطبعا هو علم النانو مختص بان يديني كواليتي اعلى وحاجات تعيش العمر بتاعها يعيش اكتر. يعني اتمنى ان انا اكون الاجابه يعني قربت من يعني طلب ممتاز. حضرتك يعني. لا ممتاز، دي واحده. الشق الثاني بقى متعلق بايه؟ بالجرين بيلدينج بقى. يعني تمام، فتحت لنا بقى الكلام بقى، فاحنا بكلمك يعني ايه؟ ما شاء الله عليك، ربنا يحميك. الله يخليك، ربنا يبارك لك يا رب. ايه مدى ان انا استخدم الماتيريال دي تمام ان انا امتص بيها الضوء مثلا في الواجهات بالنهار وتنور الشوارع بالليل بدل الهيصه دي كلها الى اخرها، او في الانتيريور ديزاين ان انا بدل ما احط لومات بقى والقصه دي كلها الى اخرها، اعمل يونتس او اعمل حيطان تبقى مضيئه بالكامل تاخد الاضاءه بتاعتها خلال النهار وتنور في خلال بالليل، يبقى انا وفرت طاقه ووفرت حاجات كثيره جدا. وهل ممكن اللايف تايم بتاع الماتيريال دي على الشغل ده، هل هي يعني اتس فاليبل، وهل هي ايكونوميك؟ السؤال وصل حضرتك؟ اه طبعا وصلني، اه طبعا، وسؤال اروع من اللي قبليه الحقيقه. حضرتك بص، هو طبعا الجزئيتين اللي انت اتكلمت فيهم انا لقطتهم كده مهمين جدا. حته الحبر ده هيكون معانا سعره كويس متناسب عشان اقدر انفذ بيه شغل، ودي اهم بصراحه بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد هو هيفكر في النقطه دي، تمام؟ طبعا هو زي ما قلت لحضرتك، هو انواع. يعني الحبر الفوسفوري اللي هو مضيء باليو في ارخص من الحبر الثاني اللي هو الثاني بيوصل لالاف الجنيهات، يعني الكيلو بتاعه ممكن يوصل 6000 جنيه في الاحمر والاصفر حاجات زي كده. اللي هو الحبر الفوسفوري العادي ده ممكن لو جبت البودره ممكن يوصل 350 جنيه، حاجات رخيصه جدا جدا. لكن هو ان انا اخليه يشحن بالضوء في الضوء وبعدين ينور في الضلمه، وان انا استفيد منه من ناحيه الانتيريور والكلام ده كله، ده 100% نقدر نستفيد بيه، يعني مليون في الميه. يعني اوجه الاستفاده منه ما زال حتى الان احنا ما استغلناهاش استغلال كافي، سواء كان على النطاق الفني او التطبيقي. بدليل ان هو لو انا عملت بيه معرض الحقيقه، انا عملت الحاجات دي، عملت بيها معرض صغير قوي، وكان المعرض لاقى. يعني انا لو كان اقدر ان انا ابعت لكم الفيديو بتاع المعرض هتشوفوا الدنيا، كان الانبهار حصل فيه انبهار للناس، وشافت الكلام ده بطريقه، مع ان الموضوع بسيط، يعني انا شايفه ان هو بسيط خالص. فهو بيحقق حقيقي فعلا نتيجه بصريه مريحه، يعني بتحس انت مستريح وانت بتتفرج على حاجه بابسط الاشياء. اما من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه التكلفه، لا هو غالي شويه في 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 التعامل معاه. محتاج واحد يعني يكون بينفذ في اماكن معينه، اماكن سياحيه، فندق مثلا،
نقول مثلا قريه سياحيه وعايز يطور في مكان كده حلو، يعمل ميدان كده بالليل، والميدان ده كله يبقى معتم في الضلمه، ويخلي الناس تقعد تتقابل مع بعض، حتى الترابيزه ممكن تبقى في جزء منها مضيء، المعالق مثلا تبقى مضيئه، الاطباق تبقى مش عارف عامله ازاي، الشجر نفسه عليه حاجات بدات تشحن طول النهار، وبدات يعني في افكار لو قعدت اتكلم فيها ممكن لغايه بكره نتكلم. والمنيو مثلا اللي بيتقدم للناس دي مطبوع بالحبر يو في، يعني انت متخيلين ان ممكن يحصل، ان ممكن انا كنت في مثلا عندي زهريه ورد وعملت منها كور كده مضيئه، وقمت حاططها جوه الميه عشان لما النور يطفي يعني ممكن جدا يتحط حاجات كده، يعني مش هتخش في مجال الطباعه بس، ده المفرش المحطوط كل حاجه ممكن تخش فيها، ورق الحيطه ممكن تخش فيها. هي حته الاستفاده منها عايزه تجارب كتير، وعايزه ناس تقعد تعتكف على ان هي تطلع عمل فني متكامل، بس حد بقى صاحب مزاج، يعني حد بيكلف الكلام ده بطريقه اقتصاديه، بطريقه مدروسه يعني. لكن من حيث ان هو سهل التطبيق، لا هو سهل التطبيق. انا جربت عملت بيه معرض شهر ونص يعني، طلعت منه بتاع حوالي 23 لوحه، وكانت كلها افكار، كلها وان بيس يعني، كل لوحه وان بيس يعني، ما فيش اختها. فبالتالي الموضوع بسيط، الموضوع مش صعب، لكن هو الفكره، هو الصعب فيه هو ان انا اقعد اعمل دراسه للكلام ده عشان استغلها في المكان المناسب بتاعها. بس يعني اتمنى ان انا اكون جاوبت على ماشي على مبدئيا كده. مبدئيا ماشي، بس هي اول فكره بتيجي ان يعني، طب انا ما دام الكلام ده موجود وافيلبل، هو هياخد من الاضاءه بتاعت الشمس او الاضاءه بتاعت خلال اليوم، وبعدين هيحتفظ بيها، ويجي بالليل مثلا ساعتين ثلاثه، لو قعد مثلا بين ثلاث اربع ساعات لغايه ما الناس كلها تنام، يبقى انت عملت ريدكشن كبير قوي في الانرجي. يبقى دي ممكن تمام. من ضمن الافكار بتاعت الليد، اللي هو ليدرشيب اوف انرجي اند انفايرمنت ديزاين. تمام صح. من جوه حتى ولو كان، حتى لو هي يونتس مثلا، معناتك اليونتس الرائعه اللي انت بتعملها دي واتعملت، ما هي هتضيء بالليل ومش هتحتاج للاضاءه القويه اللي انت مثلا ممكن تبقى تفتحها او حاجه. على العموم انا شاكر جدا جدا، ومعلومات جميله، وانا يعني ربنا يخليك يا رب. انا مشاكر ليك جدا، انا مشاكر والله. ربنا يخليك يا رب. شكرا. الله يخليك. بخيرك يا ربنا يخليك. انت بص حضرتك، انت انا عايز بس اقول حاجه، يعني انت حضرتك ممكن تكون خبرتك احسن مني في ده. انا بطرح الفكره، وممكن جدا في ناس احسن مني 100 مره يستغلوا التقنيه، انا بدي الجزء اللي افهمه. تمام. انا مش انشائي، ومش يعني مش متخصص زيكم، فممكن جدا جدا الاقي في ناس احسن مني في استغلال ده. فعشان كده انا ما حبيتش ان انا يعني اكتم التجربه عند حدود معينه واسيب الدنيا خلاص كده. كان فرصه سعيده ليا جدا جدا ان انا اطرح الكلام ده في محاضره علنيه لناس مختصه او ناس في مجالات مختلفه. فانا لا اشكرك يعني على الاضافه، يعني ممكن فعلا نستفيد بيها، لان انا هتوفر لي جزء من الطاقه اللي انا بستخدمها بالليل، والمكان هيستفيد، ده حاجه كويسه جدا طبعا. بالظبط. جزاك الله خيرا يا دكتور. الله يخليك وياك. الله عليك يعني الحقيقه. الله يخليك. لا انا متشكر والله جدا. وشكرا دكتور سليم الحقيقه، نشكره جدا على يعني الافكار الجميله اللي بيجيبها لنا دي، والاساتذه الكبار زي حضرتك يعني. ربنا يخليك. جزاك الله خيرا يا ابني. جزاك الله خيرا. طيب بعد اذنك يا دكتور، ابدعت طبعا، والموضوع رائع فوق الرائع. الله يخليك. هو بس السؤال اللي عندي، انا دلوقتي كمعماريه مثلا محتاجه ان انا استخدمه في الانتيريور زي ما دكتور حسين طرح، فانا ايه الماتيريال اللي تقبل ان انا ادهن بيها الاحجار دي؟ او يعني انت دلوقتي استخدمته على الورق، تمام؟ تمام. هل في امكانيه ان انا استخدمه على سطح خرسانه، ولا لازم يبقى في حاجه وسيطه، يعني لازم اغطي ده بحاجه زي ورق او حاجه زي فايبر، ولا دي حاجه لسه احنا محتاجين بقى نعمل عليها تجربه؟ طبعا متشكك جدا. السؤال ده حقيقي يعني سؤال نادر، يعني ما يسالهوش غير اللي هو فاهم، يعني اللي هو عايز يشتغل على طول. بص حضرتك، احنا بنتعلم في شغلنا التشكيل احنا منكم، يعني ازاي انتوا اللي بتعملوا المعالجات الاساسيه وبتعتكفوا على ان انتوا تجودوا وتحسنوا في الكواليتي، واحنا بناخده منكم ده وبنشتغل بنحاول نقلدكم. يعني ازاي؟ يعني انا لما اخدت البولي فينايل اسيتيت اصلا اخدته منكم، اخدته من الانشائيين والمعماريين والكيميائيين وكده. انا مش كيميائي ولا معماري، بس انا لازم كنت اتعمق في ده. تمام. ولما اشتغلت بالستيرين اكريليك كوبوليمر كريزن،
اخدته منكم اصلا، لان هو الناس الانشائيين هم اللي طوروا الستايرين وصلوه للعبقريه المرعبه دي عشان يطلع نوع من انواع الستايرين اكريليك في الاوت دور وفي الان دور، بالتالق بتاعه بثباته بمقاومته للتعريه وحاجات زي كده. فانا خدت ده اصلا وحطيت عليه الحاجات بتاعتي، فبالتالي هي ستاند باي، انتوا اللي طورتوها وحسنتوها كده. فانا لما بديها لك محطوط عليها الستايرين، عشان كده انا قلت المائي وقلت الدهني. لما بقول هي موجوده، هي موجوده فعليا تعيش اصلا. يعني انت لو حطيتيها خلطتيها بالستايرين اكريليك بوليمر انسيها، قعديها في الشتاء بره في يعني في الاجواء الاوروبيه مثلا، عندهم ثلج وتنوع كبير جدا في درجات الحراره ما بين اليوم والنهار وبالليل، وتقلبات غريبه جدا من الحر قوي لساعه قوي وحاجات زي كده. فده بيحصل عمليه ايه يعني تمدد وانكماش للمواد دي من عظمه هذه المواد، ان هي قادره على التمدد والانكماش في الظروف دي، تتمدد وعمرها ما تشقق، عمرها ما يحصل فيه كراكلز ابدا. مظبوط، احنا بنستخدمها فعلا في الحاجات الخارجيه يعني كفساد والكلام ده، علشان انا يمكن احنا انفولفد دلوقتي في مشروع على البحر، والمشروع عبارة عن هو ساينتيفيك سنتر، فالموضوع فيه تكنولوجيا عالية جدا، ومحتاجين ان هم يعملوا برزنتيشن قوي وحلو يعني، فاهمني؟ ففكرة زي دي هتبقى يونيك جدا، لان هتبقى حاجة زي اول مرة تستخدمها، عشان كده بسأل ايه الامكانية بتاعتها، وهل تستحمل درجات حرارة عالية؟ طبعا عارف احنا طبعا تستحمل، الحرارة ممكن توصل 60 مثلا، فده هيأثر عليها بالسلب. لا بالعكس، هي اصلا دي المواد دي لما بتتعرض لحراره كمان، على فكره حراره مش ضوء، بتتوهج. انا نسيت اقول يعني ده لما تجيبي مثلا، لما عملت منها حاجات وصبتها في بوليستر وايبوكسي 150 وحاجات زي كده، فوجئت بحاجه غريبه جدا لما جيت اقطع فيها بالصاروخ، بقت تنور معايا، وطفيت النور، قلت الله استنى اشوف بقى ايه من الحراره المتولده من القطر. الارتفاع ده حصل ان هو شحن، لقيتها شحنت، فهي لما بتتعرض للضوء بتشتغل اكتر يعني. وكنت خايف لحسن تكون اثرت عليها، لقيت جودتها عاديه جدا، ما فيش اي، ما حصلش معايا اي حاجه خالص، لان هي الحقيقه مواد بنتعامل معاها جوه وسائط، الوسائط دي لو كويسه هتعيش معايا كويس، طب لو الوسائط دي اي كلام هتتعرى وتروح. هتعرى. انا بالتالي احطها في ايبوكسي، احطها في بوليمر، احطها في ريزن، احطها في اللي انا عايزه بقى. جميل جميل جدا، تسلم يا دكتور والله، كفيت ووفيت يعني. ربنا يخليك يا رب، ده من اخلاقك ذوقك والله، ربنا يخليك. تمام يا دكتور، في حد بيسال ايه نوع واسم الدهان اللي ممكن نخلطه مع الحبر دوت ونستخدمه في الدهان على الجدران، او ممكن اعمل الامكانيات اللي ممكن نعمل بيه ستامب اشكال الحبر ده في مصر، ايه نوع الدهان اللي ممكن نخلطه مع الحبر دوت؟ الحبر اللي انتوا عايزين، هو قصده الوسيط اللي احنا بنحطه فيه، ولا الحبر اللي ندهنه معاه؟ لا، هو لو احنا عايزين نرسم بقى على الحيطه او الجدران. ما هو انا جربت بيه، انا جربت قدامكم بيه يعني. لو بص انا هديكوا حاجه بسيطه قوي، لو انا خلطته باكريليك سيارات، اكريليك سيارات اللي هو الشفاف هيشتغل، لو خلطته بدوكو سيارات شفاف هيشتغل، لان هو ريزن. احنا عايزين نتكلم، كلمه ريزن باللغه الانجليزيه هي راتنج، ريزن تعني راتنج، كلمه راتنج باللغه العربيه معناها ماده لاصقه، تمام؟ طب ايه اشكال المواد اللاصقه؟ المواد اللاصقه دي في الاساس بتاعها شفافه، في الاساس بتاعها يعني تعالى ندور على اي حاجه كده في الوسائط الشفافه في الراتنجات كلها شفافه، اسمه ايه دون الرجينه اللي هي القلفونيه شفافه، الكهرمان شفاف، المستكه شفافه، اللي هو الشبه اللي بنعمله بيها شفاف، ما كل دي راتنجات، وتدوب مره في كحول، تدوب في بنزين، تدوب في تينر. طب دي راتنجات طبيعيه ربنا خلقها، زي مثلا كان زمان في قصه كده جميله قوي، بيقول لك ايه، احنا من ملايين السنين عرفنا نوصل لبعوضه، نعرف التركيبه الجينيه بتاعتها وتطور الحياه وحاجات زي كده، دي نقطه كهرمان سقطت عليها زي العسل كده وراحت محوطاها ونشفت، الكهرمان ده بقت عامله زي الازاز كده، وفضلت الاف وملايين السنين، فاحنا لما جينا فتحنا شفنا البعوضه متحنطه جواها، ما فقدتش ولا نقطه دم،
زي ما هي قررنا نحللوها بتاع. فالكهرمان راتنج شفاف، ربنا خلقه. جم بقى هم عملوا في العلوم الصناعيه والتطبيقيه الحديثه، راحوا مصنعين منها ايه بقى، راتنجات صناعيه، طلعت منها اشكال كتير جدا بقى. وكل الراتنجات، بصوا كل الراتنجات في الاصل بتاعها شفاف. يعني البولي ريسان بنستخدموه كورنيش عربي، ورنيش ارضيات خشب، بولي ريسان تمام، البولي ريسان شفاف. لو اخدته حطيت جواه البودره دي واشتغلت على الخشب هطلع منها دهانات للخشب. طب البوليستر، البوليستر اصلا شفاف، وفي منه شفاف جدا كمان على حسب درجه نقائه. لو اخدته وحطيت جواه هشتغل اطلع منه ميداليات واعمل منه سلاسل واعمل خواتم وتطلع برضو مضيئة. لو اخدت اللي هو الحاجات اللي هي الراتنجات اللي هي الريزن زي مثلا الغير الابيض، الغير الابيض ممكن يتحلل مع الوقت، فانا بضطر اضيف له مواد تثبته زي الاستيرين، احط له نسب الاستيرين اكريليك كوبوليمر فيدوب معاه وينشف خلاص انتهى. زي الاكريليك، الاكريليك المائي زي الالوان اللي هي الاكريليك. فانا بالتالي الاكريليك اللي احنا بنستخدموه في الدهانات والطلاءات سواء كان اكريليك سيارات او اكريليك مائي بتاع حيطان في الاصل شفاف، انا بس بشيل منه التيتانيوم او الزنك، يعني بحط من غيره، باخده من غيره. فلما بروح للمنتج اللي انا باخده منه اقول له اديني استيرين او ورنيش مائي تمام شفاف، بس كده، خد حط عليه الماده بتاعتك واشتغل عادي. فانا اضمن لك يعني، ما تقلقش يعني، انا ممكن اجربها قدامكم دلوقتي. تمام. في سؤال، هل الانبعاثات الضوئيه الناتجه مستدامه ام لا وقت محدد؟ بتقدر بعشرات السنين، يعني ممكن توصل مثلا ل 200 سنه يعني على حسب الجوده بتاعت الانبعاثات. يعني اللي هو بيتوهج، في نوع منه بيتوهج في الظلام اللي هو بيشحن وينور في الضلمه، ده ممكن تقعد معاه عشان، وممكن تجيب نوع رديء جدا اصلا يقعد معاك 20 سنه مثلا. لكن هو الطبيعي انه هو الانبعاثات بتاعته هيفضل يشحن طول النهار وينور معاك طول الليل، يعني ده انا اضمنها لك. هو طبعا على بدايه النهار هيكون الضوء بتاعه اقل، بدا يضعف كده ويبهت تمام، لكن انا اضمن لك انه هو يفضل متوهج لغايه قريب من الفجر كده، انت بتستفيد منه اول ما النور يطفي، لان هو فتره الناس عمر الناس ما هتفضل قاعده لغايه الفجر، يعني هيسهروا، عايزين يسهروا بالليل وبتاع. فالمكان ده الوقت ده ممكن جدا انا ابتدي اعمل ايه، زي كنترول، لوحه كنترول تبتدي تنور بعد وقت معين، انا ببقى عارف مثلا بعد 6 ساعات هيبتدي يضعف شويه، يعني النور ينور لمده مثلا 10 دقائق وبعدين يرجع يطفي تاني، او يديله كل مثلا 3 ساعات اديله شحنه ضوئيه. ولو انا اديت له يوفي، اليوفي انت مش هتشوفه بس هتشوف الحاجه منوره معاك شغاله طول النهار، شغاله طول الليل قصدي اسف. فطبعا لا، الانبعاثات بتاعته وقدرته على الشحن والتفريغ بتحصل على حسب جودته، لكن هو في الاغلب بيقعد معاك مش اقل من 5 ل 6 ساعات منور بعد ما يشحن شحنه حلوه في الشمس يعني. تمام يا استاذنا، جزاكم الله كل خير على المحاضره الجميله. الله يحييكم يا باشمهندس، شكرا طبعا اللي سال السؤال يعني، ربنا يخليك يا رب. الله، الف شكر لحضرتك يا استاذ، الله يكرمك، ربنا يجزيك خير والله يا باشمهندس، ربنا يبارك لك.